السلام عليكم أعزائي وعزيزتي المشاهدات والمشاهدين في فضاء زينة للطبخ والجمال. اليوم أقدم لكم غراتان جديد بطريفة الدجاج والبطاطا والمقرونية، كيجي رائع. أعزائي وعزيزتي المشاهدات، كنحتاجو في هذه الوصفة بإذن الله بطاطا مقطعة مربعات كبيرة مسلوقة، طبيعة الحال القدر اللي بغيتي. أنا استخدمت هنا 3 بطاطا كبار، زلافة ديال المقارونية مسلوقة حتى هي مصفية، طريفات ديال الدجاج من أحسن يكون ستر ديال الدجاج، أنا متوفرش عندي نظرا للظروف ديال الحجر الصحي، استخدمت غير فخيدات مقطعين، سكنجبير خرق ومرق مع شوية الملون غذائي، شوية سكنجبير محكوك، شوية الثوم الربيع ومعدنوس، ورقة سيدنا موسى، شوية الكودة محكوكة، شوية البزار، شوية الملح، وضامة البنة كنور. طبيعة الحال الزيت، استخدموا 3 ملاعق ديال الزيت. أول حاجة نديروها ناخذ البطاطا نتبلوها، نكبو البطاطا هنايا، نقومو بتتبيلها بشوية الملح، شوية ديال الحار، أنا استخدمت هاد الحار، كيعطيها اللون والمذاق. شوية الملح كما ذكرنا، شوية الإبزار، شوية الزيت، شوية الإبزار. دابا غنجزو البطاطا مع هاد التتبيلة ونستفوها صافحة اللي غتدخل الفرن. دابا نستفوها بيدينا بطريقة عشوائية، نشعلو على الفران من تحت ومن الفوق باش تحمر لينا، قد ما تحمرات كانت أحسن ولذيذة. بعد ما استفنا ندخلو الفران، دابا غناخدو طريفات ديال الدجاج، من أحسن يكون الهبرة ديال الصدر نظرا للحجر الصحي، ما متوفرش عندي، استخدمت غير طريفات ديال الفخاد، قطعتهم صغير، نتوما تستخدمو كمية تكون كثر. نحك شوية الكوزة باش نتبلو بها، كيجي مذاقها رائع. هادي تتبيلة خاصة الطريفات ديال الدجاج اللي كتعطي بنه للكراتان. استعملوا كاع التوابل كما ذكرناهم كاملين، ضري زيت الثوم خاصو يكون متوسط ما يكونش كبير بزاف، يكون محكوك. دابا غنضيفو الخليط، نضيفو ليه الزيت، شحرناهم شوية على نار متوسطة، ومن بعد ضفنا لهم جوج زلايف ديال الماء وخليناهم يطيبوا
من بعد كنحسب فضول باقي ديال المرق، يكون قليل ما يكونش كثير. تحمرت البطاطا ديالنا، ها هي غناخذ طريفه ديال الدجاج ونوزع طريفه ديال الدجاج على الوجه ديال البطاطا، ونحتفظ بالمرق. خاص يكون المرق قليل ما يكونش كثير بزاف، يكون تقريبا نص زلافه. هذا المرق هو اللي غنشدو من به مقرونيه مسلوقه، نتبلوها به. ملي سلقتها ما درتش فيها الملح، حيت غنتبلها بهذا المرق ديال الدجاج. نمزو العناصر تتشرب لينا المرق، كتجي لذيذه. وغنوزعوها طبيعة الحال الوجه كامل. كنضيفو الحار على حساب الذوق، هاد الحار اللي عندي ما حارش بزاف، استخدمت غير شويه. صمروا في المج، ومن بعد صبوها الوجه كامل حتى يتغطى كله. هو دابا درنا العملية ديالنا كملناها. دابا غنوزعو الموتزاريلا مبشورة مع شوية ديال الفرماج حمر توا مبشور، خلطتو مع بعضياتو. كنفضل ندير الفرماج الموتزاريلا قبل من صلصة البيشاميل باش يحافظ لينا على مذاق الفرماج الموتزاريلا وما تحرقش لينا وتفقد المذاق ديالها. كنوزع الفرماج على كل وجه، نعمر كل الفراغات. غراتان معروف بان قد ما كان فيه فرماج قد ما جا لذيذ كثر. كملنا، دابا غادي نحطوه ونوجدو صوص البيشاميل ديالنا. أعزائي وعزيزاتي، كنحتاجو صلصة البيشاميل ديالنا. بطبيعة الحال كنحتاجو الجبن، النوع ديال الجبن اللي يكون عندنا، يا حمار يا موتزاريلا يا أي جبن. كنشدو كنحكوه، ربعة الملاعق كبار ديال الزيت لوسيور، ربعة الملاعق كبار ديال الفورس، نص ملعقة ديال البزار صغيرة، شوية ديال سكنجبير مبشور راس ديال العشقة، كوزة نسمو بها، وشوية الملح. باش جينا العملية سهلة ومضمونة، كنمزجو العناصر مع بعضياتها ونصبو الزيت. وكناخدو الحليب، كنضيفو غير كمية قليلة باش يلا نخلطو فيها غير هاد العناصر مع بعضياتها باش ميتحببش لينا الدقيق. غير كمية قليلة، كنضيفو كل العناصر باستثناء الجوزة.
هاد صلصة البيشاميل هي الصلصة المعتمدة عندي، ما كنديرش فيها الزبدة، كنكتفي غير بالزيت، وكتجي زوينة ولذيذة. طبيعة الحال كنحتاجو في هاد الوصفة ديال صلصة البيشاميل نص لتر ديال الحليب، يكون بحرارة ديال المطبخ. كنمزجو العناصر جيدا حتى كنتخلصوهم من الحبيبات ديال الدقيق، ونحصلو على خليط كريمي. كنجيبو وعاء اللي غنحطوه على النار، كنصبو فيه الخليط ديالنا، ها هو وجد. بهذه الطريقة كتضمن كسر أن صلصة البيشاميل تكون ناجحة وما تكتلش لك. نضيفو الحليب، نمزجو العناصر قبل ما نحطوها على البوطة. ناخذ الكوزة نحكوها، نستخدمو كمية قليلة باش نسمو بها ضروري. بارك علينا، دابا غناخذ الوعاء ديالنا نحطو على نار متوسطة ونستمرو في التحريك. هايا بدات كتختار، نستمرو في التحريك باستمرار باش ما تكتلش لينا. بعد ما كنلاحظو ان تكتلات انها بدات كتقال، كنضيفو فرماج مبشور وكنستمرو في التحريك بدون توقف باش ما تجمدش لينا. كنستمرو في التحريك وما كنخليوهاش حتى كتقال بزاف، كنخليوها شويه ما بين شادة فراسها وما بين شويه سائله شويه، حيت باقا تدخل الفران وغا تجمع. هاهي تقالت، كما كتلاحظوا خاصها تكون بهاد القوام. الصلصة ديالنا وجدات. أعزائي عزيزاتي المشاهدات والمشاهدين، كنوزعو صلصة البيشاميل ديالنا على الوجه ديال الكراطان باستعمال ملعقة، كنغطيو الوجه كامل والقناط. وكنفضل أننا ما نرشوش الفرماج على الوجه ديال صلصة البيشاميل، حيت طبيعة الحال كتحرق لنا في الفران، لذلك كنخليو حتى الاخير. اعزائي وعزيزاتي، من بعد ما كنخرجها من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال اعجابكم. كنرشوها من بعد ما كنخرجوها من الفران بالموتزاريلا
وكتذوب هي بفعل الحرارة ديال الكراتان، وكنقدموها كتجي لذيذة ورائعة. كنشكركم على المشاهدة والمتابعة، شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، شاركوا بالقناة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.